هل خايف على الإبداع من فكرة الحجر اللي منتشر عليه؟ طبعا جدا خايف بشدة، لأن كمان في ناس كتير من المؤثرين في السوشيال ميديا واللي هي أصبحت دلوقتي أكثر تأثيرا بكتير عن التلفزيون بيعوموا مع النغمة دي، امنع فن هابط مش عارف ايه. انا شايف ان ده خطر جدا على الابداع عامة. مطربي المهرجانات مثل بعض بينتقد القنوات اللي بتستضيفهم ولولا ما تنشروش الناس دي، شايف ان الناس دي ليها جمهورها فتطلع في القنوات؟ انت بتستضيفهم ازاي؟ ما انت بتستضيفهم يعني هو انا لما بكون حد يعني سوري بيعمل شيء يعني مش مظبوط وبتستضيفه، بس طريقتك كمان وانت بتستضيفه، انت بتستضيفه ليه؟ بتستضيفه عشان تعرضه يعني؟ بتستضيفه عشان تقول له ولا بتستضيفه عشان تناقشه؟ علشان تجيب مشاهدة يعني ناوي انك انت في هذه الاستضافة تمجد من شيء في مليون واحد بينتقده، ده موضوع تاني. هرجع اقولك انه علشان اجيب مشاهدة، اذا اللي بيتحكم في حكاية المشاهدة دي هو اللي بيتحكم احنا بنقول ايه. لا يعني مع استضافة مطربي المهرجانات مثلا وتنجيمهم في قنوات التلفزيونية؟ لا مش مع تنجم، هم في فئتهم، في الفئه بتاعتهم هم نجوم. اتجاه عام لفكره المقاطعه، مقاطعه محمد رمضان، قطع المهرجانات، امنعوا ظهور محمد رمضان في التلفزيون الدولي، فكره المقاطعه والدعوه ان انا احجر على اذواق الاخرين، خايف منها؟ بص، ظاهره ان انت صاحب الفضيله وصاحب الاخلاق الحميده وصاحب الراي وصاحب اللي تقول ايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش على مقاسك الأخلاقي، حد ذاتها فكرة ما عادتش موجودة في العالم كله. أحياناً بيبقى فيه تطرف في التعبير عن الرأي، وما نعتبرش إن أي حد يجتهد نعتبر ده رأي المجتمع. يعني حد طلع قال ما تطلعوش، لا أنا ضد منع أي حد، يعني ضد الحجر على آراء الآخرين أياً كان. لا طبعاً، وإلا يبقى من حقهم يحجروا على آرائي. لا، فكرة ان هو يوجه رأي العام لمقاطعة الفنان الفلاني او هاشتاج للهجوم على الفنان العلاني، شايف ان ده ممكن يأثر على قرارات مسؤولين او يأثر على اتجاهات رأي عام؟ هي معمولة علشان كده، المهم الثبات بقى. مش احنا بلد ديمقراطي ولا في شك في الموضوع ده؟ ديمقراطي. شك الاجابة وصلت؟ بالعكس، انا شايف ان الاجابة ما زالت لا ازاي مش واصلة ديمقراطي للمشاهدة. يعني اللي يعجب الناس اني مسؤول الناس الماجوريتي الأغلبية. مين يحدد الأغلبية؟ النت. وشرفني إن الهاشتاج ده مش وراه حد ومش وراه حد بيقوي ومش مدفوع تمنه. موضوع الهاشتاج ده أصبح عبس يعني، فإحنا ما عندناش وسيلة لقياس الرأي العام مظبوط. لو نزلت دلوقتي ومشيت في الشوارع، لو سألت هنا في المكان الشيك اللي احنا فيه ده 90% هيقولك احنا ضد الفن ده وضد محمد رمضان وضد وضد. سيبك ان هم في خلواتهم بيتفرجوا عليه وما بيتفرجوش عليه. انما لو رحت امبابة، رحت رود الفرج، السيدة زينب، بيعشقوا محمد رمضان. ليه؟ لانه بيعبر عنهم، واحد شبههم. ما حد يتكلميش عن محمد رمضان خالص بقى. طب ليه؟ لا بحب محمد رمضان ولا افلام محمد رمضان ولا أخلاق محمد رمضان ولا طريقة محمد رمضان ولا عجرفة محمد رمضان ولا طريقة محمد رمضان في الردود واللي بيعملها، ولا معجب إطلاقا بأن المجموعات دي بيتم. هناك فرق بين أن المجتمع يهجم وأن الناس تبدأ تدافع عنهم لمصلحتها الشخصية لأنها ملتفة حواليهم ومحتاجة لهم علشان كذا وكذا وكذا. ومش عايز أخش في المنطقة دي لأن عيب أن احنا نوصل لكده، وعيب ان انا افاجأ بواحد مثلا بيتهاجم او كذا او بيتم انتقاده نازل يرقص على رأس على ظهر عربية في وسط الناس. ودايما يلجأ كل هؤلاء لمين؟ للبسطاء من شعب مصر. انت عارف مشكلة محمد رمضان ايه؟ مش فنه، سلوكياته. يعني انا بنزعج جدا من اشياء كتيرة جدا هو بيعملها. زي ايه؟ يعني فكرة الاحساس الزايد بالنرجسية، بانه هو كائن خاص جدا لمجرد انه بيعرف يمثل، وفكره كمان انه ما يعتبرش ان الجمهور هو المكمل ليه. وانت لما تغني مدى الحياه على المسرح ولا احد يسمعك ولا احد يصفق لك ولا احد يقول لك تاني عيد تاني لو سمحت، بايه قيمه اللي انت بتعمله؟ يعني محمد رمضان يستحق الظهور على التلفزيون المصري؟ طبعا. ما يستحقش ان الناس تدعو لمقاطعته؟
تقاطعه ليه؟ بيعجبك سلوكيات محمد رمضان وتعامله مع الشهر؟ هو حر يعني استعراضه بالعربيات، هو حر. يعني لما تجيب عربيات زي محمد رمضان ما مدش ايده في جيبك، هو قال لك هات ما مدش ايده في جيبك، هو راح سرق البلد، راح قال لك ضربك على ايدك، قال لك خش حفلتي، قال لك دوس اشتراك عندي في قناتي، انت مش عارف قاطع محمد رمضان. محمد رمضان حر، فلوس يستعرض عليه، هو شايف ان هو في خير وعايز يقول للناس ان انا في خير بسببكم، وفي ناس بتشوف ان ده شبع ما بعد جوع. اتفقت او اختلفت عليه، نجم وموجود، مش عاجبك اتفرج عليه، ما اتفرجش عليه، عاجبك اتفرج عليه، بس في تحيز جامد ضده، وبسبب ان هو استفز ناس كتيره قوي بعربيات بالقصور، انا بركب طياره، انا نازل مش عارفين. هو يعني الانسان اللي النعمه بتجيله متاخر دايما بيحاول يعني يوريها للناس، بيبقى مبسوط. مش فاهم ليه محمد رمضان هو موضوع الحكايه. محمد رمضان مش موضوع الحكاية. محمد رمضان عنده ملايين بتتابعه، ولو في مليون واحد مش عايز يتابعه، دي حريه شخصيه للبني ادمين. يعني في ناس، في مليون واحد مش عايز يتابع، لكن في كمان 2-3 مليون عاوزينه. يعني هو ده في فصيل بيحاول يدفع مؤسسه لان هي ما تستضيفش شخص معين. المؤسسة دي مش ليها حد بيديرها، ولا يعني التلفزيون ده مش له حد، يعني المفروض ان هو يقول الكلام اللي الناس دي بتقوله صحيح، اذا ما ينفعش ان انا استضيفه، او الكلام الناس بتقوله ده مش صحيح، والراجل ده من حقه انه يطلع يشرح هو ايه، فنه عامل ازاي، هو بيقدم ايه، يعني يقول هو وجهة نظره ايه في الناس دي بتقول. انت عندك شريحه، وده شريحه مكان فيه ناس بتحب فريد الاطرش، وناس بتحب عبد الوهاب، وناس بتحب عبد الحليم وعبد المطلب وعبد الحمولي، ودول شريحه ودول شريحه. عمرنا ما شفنا في حياتنا رشدي اباظه نازل يعمل حاجه زي كده، يعني ما ينفعش. وبعدين عيب، وانا مش هقارنه بقامه زي رشدي اباظه، بغض النظر، في ناس بتطلع زي الفقاعه كده وتعمل ازمه في المجتمع وتعمل مشكله في المجتمع وتتعامل مع المجتمع بشكل خاطئ، ومن حق المجتمع أن يتعامل مع هؤلاء، ومن حق المجتمع أن يطلب التعامل مع أمثال هؤلاء، وأن الناس دي تتحجم وتتحط في وضعها الحقيقي. يعني إيه أن أنت ده، وأنا عمري ما شفت حد، شفت وأنا اشتريت إيه، وشفت وأنا عملت إيه، وأنا بعيش بالطريقة دي، وأنا مش عارف مين، وأنا الكينج، وأنا الكبير، وتخرج لي عريان، تخرج يقول لك أنا بعمل شو، ولما يطلع يقول لك هو أنا كده وحافضل أعمل كده وانا احسن واحد، هو في ايه؟ حد بيلجأ له، وده من الحاجات الصعبه قوي، يعني بيلجأ لحبيشه ده انه ينتقم له من ابوه، لان ابوه بخيل وبتاع، فبيجي حبيشه يمسك الاب يربطه في كرسي ويجيب الابن اللي عايز ينتقم من ابوه يقول له اتفضل، يقول السلام عليكم بقى، احنا مالناش دعوه. فالابن بيعمل ايه؟ بيضرب ابوه بالقلم وبعدين يولع فيه. صدقني لو قلت لك انا ليلتها انا ما نمتش، ان يبقى عندك في التلفزيون اللي بيخش جوه كل اوضه بني ادم في مصر، مش في البيت، في الاوضه، ولد بيضرب ابوه بالقلم وبعدين يولع فيه، ويجيب بلطجي يساعده عشان ينتقم من أبوه، ده كده لا مبادئ ولا أخلاق ولا دين ولا أي حاجة في الدنيا. أعذرني في الكلمة اللي هقولها، بس إحنا بنعيش حالة نفاق مجتمعي كبيرة جدا. إحنا بنعبر عن أنفسنا، يعني أنا ممكن أكتب على الفيسبوك لا لوجود محمد رمضان على تلفزيون الدولة، وأفتح التلفزيون وأكون قاعد بتفرج على محمد رمضان. ليه؟ لأن أنا عايز أبان في وسط الناس إن أنا ملاك بجناحين، إنما في الحقيقة أنا بحب محمد رمضان. يعني أنا مش بتكلم عن نفسي، بس بقول إحنا عامة بنمارس النفاق المجتمعي. مين أنت بتقطع مين وأنت بتشوفه أصلاً؟ اللي بيشوفه الأولاد اللي مش هيقطعوه. فأنت يعني إيه هتقطعه؟ هتعمل إيه بالظبط؟ هتشوفه تودي وشك الناحية التانية؟ يعني إيه تقطعه؟ لا، الناس اعترضت على ظهوره في تلفزيون الدولة، قالوا لا طب ما يظهرش في تلفزيون الدولة، على اعتبار انه بيروج لادوار البلطجه. انا رايي الشخصي ان محمد لما بيطلع في تلفزيون الدوله هو اضافه لتلفزيون الدوله، لانه نجم والناس هتتفرج عليه سواء في تلفزيون الدوله
أو في غير تلفزيون الدولة. محمد رمضان الحاجة اللي بالنسبة للشباب الصغير، أولاً إنه شبههم، ثانياً إنه هو قدر يعمل فلوس كتير قوي وشهرة كتير قوي، وده حلم كل واحد، ده طبيعي إنه كل واحد عايز يحسن من حياته. كون إن أنا بحب محمد رمضان أو ما حبوش، أنا شخصياً ما بحبش أتفرج عليه ولا تمثيلاً ولا غناءً. إنما أمنعه؟ لا طبعاً ما أقدرش أمنعه، ما أقدرش أحط وصاية على ذوق 50 مليون واحد في الشعب. كنت ضد ظهور تلفزيون الدولة؟ طبعاً جداً جداً، عيب إن إحنا نوصل لهذه المرحلة. تلفزيون الدولة ممكن أفهم إنه ما يدخلش نفسه، لا ينتقد ولا يدافع، إنما يخرج علشان يدافع. طب ما ليه ما جبتش ناس يا تلفزيون الدولة بقى تطلع تنتقد رمضان وتناقشه في وشه طالما هو عايز يطلع يتكلم؟ محمد رمضان عامل الكنز مع الشريف عرفة، مش كده؟ وشريف ومعاه هند صبري ومعاه نجوم كتير، عمل مع يسري نصر الله. الجمهور ما غفرلوش ان هو كان من ضمن الناس اللي قدمت صورة البلطجي في العشوائيات وكأنه هو البلطجي نفسه. يبقى احنا المفروض مثلا يعني مثلا رايا وسكينة، سوري، نجمة ابراهيم ومحمود المليجي وتوفيق الدين، كل اللي بيقوموا بالادوار اللي هي الشريرة نعملهم كأنهم لازم يتسجنوا، واللي بيقوموا بالادوار الطيبة يبقى هم كده. المسألة مش كده، المسألة في المنتج اللي بيطلع للناس ده، هو ده بيبقى مسؤول عنه بس الممثل، ولا بيبقى مسؤول عنه مخرج ومؤلف كاتب الكلام ده ومنتج؟ يعني انا محمد رمضان اشتغل معايا، انا شخصيا اشتغل معايا في مسرحيات اهلا رمضان، محمد رمضان في اهلا رمضان دي هو بيجي قبلية في البروفات، هو بيحترم الحاجة اللي موجودة، بيحترم التكست اللي كتبه وليد يوسف، بيحترم المنتج اللي عامل له العرض، بيحترم الجمهور اللي موجود عنده في العرض. داخل التجربة دي انا ما اقدرش اروح اقول لك لا ده هو مش كويس، لان انا شفته بيتعامل مع امه ازاي، شفته بيتعامل مع زوجته واولاده ازاي، شفته المنتج اللي موجود عندي هو منتج كويس، المنتج بتاع الكنز مع الشريف عرفة هو منتج كويس. انا ماليش دعوه بمحمد رمضان الممثل، انا بتكلم على محمد رمضان الذي تحول الى ظاهره، بتكلم على محمد رمضان الذي يصر على تحدي الناس وعلى تحدي المجتمع وعلى المكابره، وانه يحط جنبه العربيه. من امتى يا جماعه بنحط جنبنا المسدس كده على كرسي العربية الرولز بتاعتنا واحنا سايقين، ونجيب كلب بيهوها ونبص للناس ونقول ها ها في ايه؟ ايه هي الاخلاقيات اللي انت بتعلمها للناس؟ ايه المصل اللي انت بتديها للناس؟ بدل الباكج ده نفكها حتة حتة. واحد، هو عامل نفسه بطل الشعبي، بس مع تغاجل بتاع كان فريد شوقي يرفع حاجب ويخش على البتاع وكسر ما هي هي كويس. اتنين، لو هو بيغني عريان ولا مش عارف ايه يتقاله يمنع الحاجة اللي بيطلع فيها عريان، لو ده يعني لو ده يسيء. تلاتة، يغني راب، ما انتوا فتحتوا فرع للراب، اشمعنى ده ما يغنيش راب؟ يقول نمبر وان، غروره لازق فيه هو مش فيا انا مالي، ما يغني يقول نمبر وان، عجبتني اسمعها وانبسط. محمد رمضان ما كانش هو الاول اللي عمل هذه الاغاني، وانما هو وجد هذه الموجه فاستخدمها في افلامه وبدا يستخدمها في اعماله وبدا يغني بعض هذه الاغاني، انما لم يخترعها. وثانيا اعتقد انه مهم للغايه نفهم انه لابد من عدم الحجر على الاشكال الغنائيه والالوان الغنائيه، وانما يعني ايجاد منظومه. فكره ان هو بيقوم بادوار البلطجه وان احنا بنتهمه بكده وبترويج البلطجه. أنا ماليش دعوه. احمد السقا ما عمل ابراهيم الابيض، هل معنى كده ان احمد السقا؟ لا 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 لا، ثانيه واحده بقى، بعد اذنك. هل انت شفت بقى احمد السقا بعد ما عمل ابراهيم الابيض خارج للناس ضارب في وشه بشله وشايل مطوه في الشارع، ولا حاطط مسدس كده، ولا خارج ليه فاتح صدره وبيمثل ابراهيم الابيض في المجتمع؟ هو قدم حاله وخرج من الحالة دي وعمل حالات تانية كوميدية وعمل حالات تانية حب وعمل وعمل وعمل، معاش في هذا الإطار يقدمه للمجتمع ويصدره على أنه هو ده الطبيعي ودي طريقة الحياة الطبيعية. عجبني رأي واحد من البسطاء لما سألته عن رأيه في أغاني المهرجانات وأعمال محمد رمضان، قال لي يا باشا الغنى الحنين والأفلام العاطفية دي في وادي وإحنا في وادي تاني خالص، مين دي اللي هتقف قدام مرايتها وتسألني عن رأي فستانها وانا معايا جبلها فستان اصلا؟ ومين البطل الحليوة ده اللي عمل نفسه شعبي
وانا عارف انه خريج لغات ومتعلم بره وفاكر اننا هنصدقه. احنا عايزين نسمع ونشوف ناس شبهنا وبيتكلموا زينا، ناس شافت الغلب اللي احنا شفناه. طبعا مع كل الاحترام للفنان العالمي عمرو دياب، ولكن حديثي انتهى مع الراجل وكلامه فضل في ذهني وجاوبني على اسئله صعبه كتير وخلاني دايما اسال، هل فعلا انفصل بعض الفنانين عن الواقع والناس انصرفت عنهم وراحت لوجوه جديده طالعه من قلب الشارع المصري؟ وهل ده معناه اننا نستسلم للاتجاه ده، ولا في حلول وسط ممكن نطرحها لضمان تلبيه ما يطلبه المستمعون والمشاهدون مع الحفاظ على قيمنا ومبادئنا؟